اهلا وسهلا. شيء شيء بالنيس sen faydası olmaz ama ha birazcık sıcak belki geç yok tamam sağ ol klişe elli ya hadi ki şofaj كاين شويه البرد غير شويه شعل هذا اللي قدامي. اهلا اش اخباركم اش كتعاودوا عندكم يلاه الجوج حنا عندنا ربع خرجت من المدرسه نشرب قهوه ونتحدث معكم شويه هذا الموضوع كل شيء طلبوا مني ديسيبلين او الالتزام كل شيء قال لك كيحط توقيت كيدير بلان ولكن ما كيلتزمش به دونك قلت نتحدث معاكم نديرو الموضوع ومن بعد نمشي للدار مش ده ممكن موضوع الخوف كنظن درت لكم موضوع الخوف ولكن لا درت لكم غير انواع الخوف وداك الشيء ما درتش لكم كيفاش تتعاملوا معاه صافي دابا ندير لكم الله يبارك بليت كنتسنى اللايف ديالك يا احسن مجد خليك ليل موضوع الالتزام بزاف البنات كيقول لك كنقاد واحد التوقيت كنقاد واحد البروغرام ولكن عمرني قدرت نقضي دوك لي طاش اللي في البروغرام ولا النظام اولا كان هاد النهار كنديرهم ولا سيمانه وشويه كنرجع نحبس اولا يعني ما كنقدرش نلتزم انا انسانه ما عنديش ديسيبلين ماشي ملتزم اول حاجه نبغي نقولها لك واللي لاحظتها في الناس ديما كيقول لك انا عندي مشكل انا عندي مشكل ديال الالتزام انا ما عندي خلوا تواك ديسيبلين انا ما عنديش ديسيبلين انا كانسان هذه صفه فيا من الخصال ديالي انني انا ماشي ملتزم بعادتي اي واحد كيجي يهضر على شي حاجه ملصقته هما في راسه وكيف ما تبدلتي الاحسن واصلك قبيله وكيف ما درت لكم في اللايف ديال المعتقدات رجعت تفرجوا فيه حتى هذا معتقد راه ملي غتجيو تشوفوا النص ديال حياتكم كلها غتلقاو معتقد الخوف فكره عدم الالتزام فكره الفشل فكره في دماغك فكره دابا واش تقدر تقول لي فشل حقيقه دابا انت هادشي اللي كتفكر فيه وما باغيش دير خطوه ما باغيش دير خطوه لهذاك البروجي لانك غتفشل واش هذا واقع تعاش لا البروجي اصلا انت باقي ما درتيش الخطوه ديرو انت خايف من واحد الفكره اللي عندك في دماغك ديال الفشل هي ماشي حقيقه كاينه يعني كل شيء هو فكره في مخك كل شيء هو معتقد هنا كيف ما حتى هو الالتزام حتى هو فكره عندك في دماغك معتقد كيف قلت لكم في اللايف ديال المعتقدات اول حاجه كنبداو بها هي كنفصل المعتقد عن نفسي هذا معتقد عندي في دماغي وما حدي انا كنقول انا ماشي ملتزم انا عندي مشكل في الالتزام غيبقى عندك مشكل في الالتزام حيت انت كتصيفط امر واحد لوغد للعقل الباطن كتقولي انا غير ملتزم خاصو هو يثبت لك هذه الحقيقه انت كتقولي انا غير ملتزم عمره ما غيتهز دونك اول مرحله كنبداو بها كي كنقول لكم ديما فصلي ليا الالتزام هو فعل ماشي وحده من الخصال ديالك ماشي الصفه ديال الانسان ماشي حقيقه ديال الانسان حيت بعدا باش نقول لك ما كاينش انسان ما ملتزمش في الحياه ما يمكنش ما كاينش انسان نقولوا ابسط حاجه ما كياكلش في النهار مره ولا جوج كل نهار كتاكلي دونك انت ملتزمه على الاكل ما كاينش انسان ما كينعش في النهار تقدري ديري نوي بلونش مره في السيمانه ولا هذا كاين غدي غتناسي ملتزمه في النعاس ملتزمه في النعاس ملتزمه في الماكله ملتزمه كل نهار كتهضري مع صاحبتك تايطري في التليفون بزاف حوايج ملتزمه يعني حتى واحد ما عنده مشكل ديال الالتزام ما تلصقيهاش في راسك هذا فعل فعل كديريه واحد لاكسيون ديال انك بعد ما كتلتزميش بهادي وكتلتزم بهادي هادي كتشدلك هادي ما كتشدش دونك حبسوا تخلوا على انكم تبقاو توصفوا راسكم انا ما كنلتزمش تشكي مع صاحبتك عرفتي انا المشكل الوحيد اللي عندي هو ما كنلتزمش انا ما عنديش التزام انا ما عنديش ديسيبلين انا ما عنديش ما عمره غيكون عندك وحدك انت لصقتهم كصفه من الخصال ديالك بحال تزاديتي هكاك كيهضروا على راسهم بحال هكاك بحال كتقول لك انا فهمي ثقيل صافي لصقتها بحال تزادت فهمها ثقيل لا هذه ما كايناش هذيك فكره في مخك ملي غتبغي تفهمي غتفهمي
كلنا عندنا نفس العقل. دونك غنبداو باول حاجه هي تفصلي ليا المعتقد على شخصيتك، هذه ماشي صيفتك وانما فعل كديري. دونك هذا الالتزام معتقد وفكره في مخي، وانا انسانه ملتزمه كل نهار كنلتزم. شوفي لي ضروري ما يكون عندك شي حوايج، الا ما لقيتيش كل نهار كناكل الفطور كناكل الغدا وكناكل العشاء، كل نهار عندي التزام كناكل، كل نهار كنعس. تكوني كتنعسي ديما مع الخمسة الليل وكتفيقي مع ربعة العشية، انت ملتزمه دابا في القاعده دابا الجديده، في هذه العاده الجديده انا ملتزمه في هذا. فكري راسك بانك انت انسانه ملتزمه في شي حوايج، غير خاصك تلتزمي في شي حوايج اخرين اللي خادمين. ثاني حاجه من ورا ما تفصلي ليا المعتقد على بالك، انا كنبدا التمارين ما كنكملش كنفقد الامل دغيا. التمرين كيبغي تكملي ما يمكنش لك، ما غتشوفيش نتيجه بدقيقه الا في البي ان ال، البي ان ال هو اللي كيبين النتائج دغيا، حيت كتبرمج العقل الباطني نيشان. اما التمارين العاديه كيبغيو تكمل، والبي ان ال كيبغيك ديري الخطوه. من ورا ما ديري البي ان ال خاصك تمشي ديري الخطوه، ما غاديش تغيري هكاك الراس غيبدا يدير داكشي. مثلا حيدنا في البي ان ال حيدنا واحد العاده خايبه، الغد ليه غتجي بالك، ولكن ما غاديش يجيك داك الدافع اللي كان كيجيك ديما ديال انك ديري هذيك الحاجه، غيكون خفيف حيت العقل الباطن ما بقاش مبرمج، ما بقاش كيديك اوتوماتيكي ليها. دونك انت خاصك باش تكمل المهمه تبعدي عليها، تبعدي على المحيط اللي كيخليك يجرك لديك سميتو. كانت عندك ديال العكس تبعدي على صاحبتك المعكازه اللي كتزيد تعكسك، بقاي جالسه بلا ما نمشيو لبلاصه اليوم تبعدي عليها. المهم اي حاجه كتقربك من ديك العاده تبعدي. عاوني تنتيا الفرق اللي كيدير العقل الباطن هو انك دابا انت مقاتله باش ديري واحد العاده جديده، ولكن العقل الباطن ديالك حيت مبرمج على شيء اخر كيبقى يرجعك للور. باغ كونت فاش كنديرو بي ان ال والعقل الباطن كنصفيوه كيولي داعمك على العاده الجديده، كتولي ملي كديري خطوه لعاده جديده ما كيرجعكش، كيمشي معاك كيدعمك، ولكن في كلتا الحالتين. اي حاله ديما حنا خاصنا نديرو خطوه، هادي غير باش تعرفوا حتى في البي ان ان اللي زعما خطير وكيبين النتيجه فوريه. ولي اليوم حيت فوبي البنت دابا في الكو الفوبي ديال الفيران، حيت لها الفوبيا ديالها في بلاصه كنتي كتقولي لها فار عندها عرفتي راكم عارفين الفوبي، ماشي هي دابا حتى انا كنعيف منهم، ولكن ماشي فوبي، كنعيف من سرق الزيت ولكن ماشي فوبي. كاين فرق بين الفوبي وبين سميتو. الفوبيا راه كيشدو مكخيز، راه كيقدروا يموتوا، كاين اللي كتموت بحال دابا انت بالضحك كتلقى لا صاحبك مشى ولا صاحبتك مشى، كيسحب لك الضحك هذا كيقدروا يموتوا. انت كتقول لها شنو ما غادي لها، كاين اللي كيبقى يغوت كيخرج ليه عقله. عرفتي هو كيفاش كتبان لي ديك المشفره، مش عارفه كيفاش كتبان ليها، راه داك سرق الزيت تبغي تضحكي معاه ديري لها شي 10 سرق الزيت وتسدي عليها فشي بيت تقدر تموت. الخوف من داكشي العالي، واحد الممثل هنا مات في الطياره، كان كيقول لهم كنخاف، قالوا لي لا ماشي مشكله شرب هاد الدواء طلع الطياره مات فيها، مات بالخلعه. الخوف راه كيقتل، الفوبيا راه كتقتل، راه خطيره. دونك هاد مثلا حنا انا دابا تقول لي فار عادي، الفيران هي اللي ما خصكش تهضر قدامها على الفار، لا شافته بعدا تموت، ولكن ما خصكش شي كتقول لها الفيران ولا هذا ولا تخيل راسك دابا حدا الفيران وكتبدا تغوت. هو اليوم حيت في التكنيك ديال الفوبي كترجعي اللقطه كوميديا هنايا، الكوميديا التكنيك طاطا هذا بليبنا حتى ما كيبقاوش يخلعوها بعدا وما كتبقاش تعيف وكيبقى، ولكن من بعد كتقدر دابا غتشوف سميتو غتعيف منه، ولكن سدي عليها في البيت غتبقى غير هكا وطلع فوق السداري، ما غاديش تموت بالخلعه، ما غاتبداش تغوت وتصدق. انا كانت عندي ديال القرش حيدتها، ديال القرش ماشي هي ما كانتش عندي فوبيا، انا ديما كنفوندي في البحر، ولكن هاد العامين الاخر ولات عندي فوبيا. العام اللي فات هاد الصيف عمت مره في البحر، وهذيك المره وانا جالسه كنرفع راجلي كنقول ليه الا جا القرش ياكلك حتى الاول، وكندير لهم اللي قاسني في رجلي غير سميتو طاح عليك ديال البحر كيجيب لي الله القرش جاي ليا. حيت صاحبتي راكم شفتوا فيديو مغاربه خرج في الصابليط ولا ما عرفتش فين، خرج في طنجه، خرج هنا في تركيا في انطاليا، خرج هاجم. دونك حق طبيعي ماشي بحال شي حاجه اللي كنقولها لك، كيقول لي فين كتشوفي القرش باش ديري فوبيا منه، فهمتي؟ حيت الواحد كيكون عنده فوبيا ماشي حاجه اللي، ولكن لا انا كانت ولات عندي رهيبه اختي، ما نقدرش ندخل بحال جوج المرات حق دخلت هذا العام، ولكن كندخل خمسة دقائق ونخرج، المهم فانا ما نخرجش ثلاثة سوايع. المهم انا حيدت الفوبيا ديالي ديال القرش، ان شاء الله الصيف الجاي نتبحروا مزيان. ويلي باش ما نخرجوش على الموضوع ديالنا، قلت لكم حتى البي ان ان
اللي هو إفكاس في دنشتر ما كيش نقول لك ماشي كنمحي المعتقدات وإنما غيكادغاج كتغيكادغي لك المعتقدات المعتقدات زوينة العادات القديمة بعادات جديدة زوينة وهذا ولكن حتى هو كيحتاج ضروري الدوز الخروج من ورا ما غادي تفصل لي المعتقد على راسك بلا هذاك المعتقد وفكرة في مخي أنا ماشي ما ملتزماش أنا ملتزمة ولكن عن هذيك فكرة عندي في دماغي أنا لو كيف ما كنلتزم كل نهار كنعس كل نهار كناكل نقدر نحط واحد ليطاش في النهار ونلتزم فيها هذه واحد ثانيا سامحي راسك على عدم انضباط ديالك هاد السنين كاملة حيت كنكونوا في جد الذات وكتكوني عرفتي انا عندي مشكل ما كنكملش وهذاك الجلد الذات وغضبانه من راسك انت باغا تغيري ولا عندك غضب حيت ما غيرتي والو فيك ولا ما انضبطتيش ولا غير منضبطه هذاك الغضب حبيبتي كيخليك هذيك المشاعر ديال الغضب كتجذب لك نفس المواقف كتبقاي طاحي فيهم باش تبقاي تحسي في نفس الغضب كنعاود نقولها انت لا تجذب ما تريد ما غتجذبيش العاده اللي تريدين او لا الديسيبلين انت تجذب ما انت عليه انا شنو دابا ما قادرش نلتزم غضبان من راسي ما نسامحش راسي على عدم الانضباط اللي عندي والالتزام غنجذب راسي مواقف كثيره من عدم الانضباط باش نبقى في نفس المشاعر دونك سامحي راسك على كاع المواقف الماضيه انا ماشي انسانه غير ملتزمه كنفضل انك اصلا ما تقوليش انا ماشي انسانه غير ملتزمه انا حيت كنشرح لك دابا هذيك الكلمات السلبيه ما تنطقيهاش كاع انا انسانه ملتزمه ملتزمه داك الشيء اللي خاصني التزم الا كنتي خدامه راه كتلقاي راسك كتمشي مع 8 وكتجي مع 6 ولكن دايره شي بروجي صغيور ولا كتبيعي في انستغرام شي حاجه كتعكزي عليه في الليل ما كتلقيش الاد ما كتصايبيش لي تصاوروا ما كتصايبيش لي فيديوهات يعني انت راك ملتزمه في حوايج اخرين ولكن جالسه كتجلدي ليا في راسك انا غير ملتزمه ما خداماش على البروجي ديالي مزيان وراك كتمشي مع 8 وتجي مع 6 من الخدمه هذا راه التزام هذا دونك وحي انني انا انسانه ملتزمه خصني غير نزيد نضبط اموري ونسهل عليا الامور في هاد المجال الاخر اللي كندير مثلا كنقرا وكنخدم ولا فورماسيون ولا هادي ولا هادي وغيكون مزيان هادي وحده الاولى فصلي المعتقد على راسك ثاني حاجه هي حبسي من جلد الذات وسامحي راسك سامحي راسك وصفي قلبك ما تبقايش غضبانه ثالث حاجه سهلوا عليكم لي طاش سهلوا عليكم لي طاش التدرج يا سلام ماشي واش انا واحد فتره طويله وانا ملتزمه غير في النعاس والماكله والافلام كل نهار كنتفرج ثلاثه الافلام ونجي في لحظه نعمر صباحي عرفتي كل اللي كيديروا الناس كتعمر لك كدير غمضه فيق مع 7 الصباح هي كانت كتفيق مع 2 غمضه فيق مع 7 تخيلي من 2 رجعتها 7 وغنمشي سبور ندير ساعه وغنرجع نقرا كتاب ساعتين وغنرجع وغنتفرج في هاد الفورماسيون ساعتين كتعمر لك البروغرام حتى 9 ديال كتقول لك غنسمع 9 ديال عاقول لك واش بغيتي ديري هادي راه ما كيقبلها لا ربي العبده العقل ديال الانسان ما غيستوعبهاش سهلي على راسك القضيه مسوس كاس كبير وسكرات صغورين قلت لكم سهلي على راسك ما يمكنش نتيا عمرك ما شديتي كتاب وجيت بديت تقول غنقرا ساعتين كتاب في النهار ما يمكنش التزام قرار وهنا دابا هادو راه كيقلبوا على التزام راه خداو قرار باش يلتزموا دابا جاوا كيسولوا كيفاش نلتزم ما يمكنش وهذه في الفورماسيون اللي درت للبنات ديال الاهداف كنقول بين قوسين ملي كنحدد الاهداف ديالي ولا طاش اللي باغي ندير كنجي كنسول السؤال التالي شحال ديال الوقت استطيع ان اوفر لقراءة الكتب شحال ديال الوقت استطيع ان اوفر للرياضة ماشي شحال ديال الوقت غنوفر للرياضة استطيع شحال غتقدري المقدور ديالك الا كنت انا معمرني كنقرا كتاب 20 دقيقة غيجيك الملل تقدري ما تكملهاش 5 دقائق ما تقدريش تركز داكشي علاش بلاصت ما تكتبي لي بروغرام شارجي وتمشي تخدمي عليه سيمانه كامله تقدري طحني سيمانه كامله وتجلسي اولا ديري نهار ونهار لا ونهار اي نهار لا لا اختي انا ديري عام نهار كنتي النهار كيدوز كله خاوي ما ملتزمه غير في امور لا زيدي لي سلام امينه زيدي لي انا غير 20 دقيقه نقرا كتاب 20 دقيقه ندير سبور 20 دقيقه نتصنت الفيديو مفيد صافي صافي
ضابط ليا في هادو في واحد السيمانة، سهلي على راسك، سهلي أي حاجة العقل الباطن ديالك غيشوفها صعبة غادي يحاول يحميك منها. ضحكتني واحد البنت في الهيبنوز وحنا كنديرو بي ان ال، شوفوا فاش كتهضر مع العقل الباطن ديالو ولا مع الأنا الداخلية ديالها اللي كتحاول تحميها، الجانب السلبي ديالنا هو نحن حنا ماشي جانب سلبي، هو جانب كيحاول يحمينا، لا عداك راه غتفشلي راه غتضيعي فلوسك ما ديريش هاد البروجي ما ديريش. المهم كيجي لي ديما فاش كتقول ليه شنو كتحاول تربحني، مناش كتحاول تحميني. المهم فين بزاف البنات كاين اللي كيقول لها راه ما غاديش تنجح، راه غادي تخسري فلوسك، انا راه خايف عليك، راه ما بغيتكش غير تحزني، ما بغيتكش غير تبكي. كاين اللي كيقول لها انا بغيت نحميك من صداع الراس، كاين كل وحده اش كيقول. البنت راه غتعرف راسها كتفرج في اللايفات، هي بدات كتضحك، هي كدير في ليكزارسيس قلت لها سولتي قلت لها جاوبك، قالت لي هو غيجاوب، قالت لي ما بغاش يجاوب، كيدير لي ها كيدير لها ما كيجاوبهاش. قلت لها عاودي سولي، قولي شنو كتحاول تربحني، علاش كتعكزني، علاش كترجعني للور، علاش كدير لي هادشي السلبي. يد الضحك وغمضه عينها، قلت لها علاش كتضحكي، قالت لي قالت لي قال لها ما فياش. أيوه عرفتو فاش قالت لي داك القضية ديال ما فياش، شوفي شفت كاع الأنواع ديال الأجوبة، ولكن كتجيك زعما معقولة. هذا قال لها ما فياش، من حق أختي، من حقه، ما فيش ما فيش. هي راه هي من الداخل ديالها ما كانتش عارفة راسها علاش كان عندها مشكل ديال الديسيبلين. قال لها ما فياش، أوكي. قلت لها الجانب الإيجابي ديالك دابا قولي ليه، عرض على الجانب السلبي عروض واقتراحات باش نخرجوا من هاد الوضع ويتفاهموا باش ما يبقاش حبس. قالت لي عرض عليه، المهم غيعرض عليه، قال لي نخدمو ارتاحة نخدمو ارتاحة. كيوت ديك البنت، شت حتى العقل الباطن ديالها كيوت وحق الله، زعما داكشي اللي بالداخل راه هو اللي في الخارج. العقل الباطن ديالها المهم الجانب الايجابي قال لي نخدمو ارتاحة نخدمو ارتاحة. الاخر اتفق معاه جاوبو صافي ما يبقاش يحبسو سالينا التكنيك. عرفتو عجيب عجيب، راه ما يمكنش بالنسبه للبنات اللي كيقول لي قلنا التكنيك ما يمكنش، ممنوع قانونيا، ما نقدرش نخرج لي تكنيك انا ديال فيدراسيون، ما يمكنش، ممنوع. داكشي كيتقرا في المدرسه وكيتطبق دي سيونس ماشي ديال لايف، ما يمكنش. كنعطيكم دي زيكزارسيس اللي خفاف عاديه، مي بي ان ال ممنوع منع كليا ان يتبارطاجا. ايوا زائد اصلا واخا نبارطاجي معاك ما يمكنش لك تديرها مع راسك. انا ما كنطبقش بي ان ان على راسك، كنطبق شي حوايج لخفافه. علاش؟ انا خاصني تيبنوزا، خاصني نترخى، وخاص يخرج العقل الباطن ديالي هو اللي يجاوب، هو اللي نبرمجو. دابا انا كنقي واش انا غنقيلي راسي ولا غادي نرخي راسي ونخلي العقل الباطن ديالي يجاوب. اش كيوقع ليا؟ كنبقى نقيلي راسي، كيبقى العقل الواعي حاضر حيت جالسه كنخدم التمرين. داكشي علاش كنعيط للبنات لي كوتش اللي قاري معايا، انا صيفط لك الليان ديال زوم دخلي ديري لي التكنيك الفلانيه، كتدخل كنرخي راسي انا وكنخليها دير لي التكنيك. عاد نتيا ما قاريش الدومين ما سميتو تجي ديري ليبنوز لراسك، لا ما يمكنش ما يمكنش تخرج. عرفتي شحال خطير، بزاف الناس كيسحابوا ليبنوز وبي ان ال هو الميديتاسيون. لا لا لا، كاين فرق، بزاف كيسحب لها هي تغمض عينها ويبدا يقول لها انت جميله انت ناجحه. في البي ان ال ماشي انا اللي كنقول لك، انا ما كنمليش عليك، ما كنتليش عليك، انت كتشوفي راسك. انا كنقول لك غير شوفي الحاله اللي انت باغا تكوني فيها، المشاعر اللي انت باغا توصلي لها، انت اللي كتقرري. التوكيدات كيمنعوا عليكش ديري في الميديتاسيون، انا ما كنقولش ميديتاسيون خايبه ولا لا، هاد الميديتاسيون بوحدها كتعاملوا على الصفاء الذهني والترخاء وقوه الخيال مهمه. كاين البي ان ان البي ان ال برمجه راه خطيره، عرفتي لما باش تعرفوها باش تبقاوش تخربقوا في دماغكم تحاولوا ديروا شي حوايج اللي كتشوفوهم في فيديوهات. عرفتي اذا مشيتي حتى مشيتي للخيال ومشيتي للمستقبل ونجحتي في دخول الحاله ديال الفا، حيت راه كاينين شي وحدين الله يهديهم كيعطيو الطرق في يوتيوب، الله يرضى عليك ما تشوفيش ديريهم. نجحتي في دخول الحاله ديال الفا، العقل الباطن حاضر حاضر ديما ولكن كيغيب شويه بواحد 50% عقل الباطن، ومشيتي دخلتي لواحد الحاله في المستقبل اللي باغاها تكون باش تجلى في حياتك وما خرجتيش منها في الخيال، عاد حليتي عينك رجعتي للواقع، كتبقاي فيها، كتبقاي انت دابا عايشه بواحد المشاعر ديال المستقبل ديال داك النجاح وديال ما عرفت شنو كتخيلها، كيولي عندك بحال واحد انفصام في الشخصيه، عندك مشاعر انت غتسطاي الواقع ديالك مثلا مر
الخيال اللي انت باقا فيه اللي ما قدرتيش تخرجي منه وبقيتي فيه في التمرين كي واحد ديال مثلا انت هنا ما مزوجاش وباغا تزوجي ماشي مزوجه شايب ولكن انت باغا تزوجي وكتحسي براسك وحيده وطططططط والالم باغا الحب وباغا الامان وباغا الناس وباغا النجاح وباغا المال وهذا ولكن انت ما عندكش. تخيلي معايا تبقاي لي انت في هذا الخيال ما تعرفيش ترجعي من تما وتحلي عينك تفيقي ترجعي للواقع ما غيبدا يبان لك من النهار الاول الثاني انت في الواقع ديالك وحيده مألمة كتعيشي واحد الظروف صعيبه ولكن في المشاعر ديالك العقل الباطن كيشوف راسه هو مزوجه واش عارفين صعوبات الامر وخطوره الامر كيشوفك مزوجه وعندك راجلك والحب والامان ولكن الواقع حاجه اخرى انت حتى انا قلت كتولي عايشه فيه غتمرضي نفسيا مشات بسيكياتر ما غتبقايش عندك غير كتقلبي على جوده الحياه لا غتقلبي على المرض النفسي غتمرضي غتمشي تشربي الدواء كيستخفوا بالامور هادشي ماشي الضحك ماشي اللعب هادي راه دراسات راه قرايه ماشي اي فيديو حتى من السابليمان اللي محطوط في يوتيوب ترددات 532 442 عجيو تصنط شنو الحل ما غديريش هادشي اللي ما كتفهميش ليه سير عند اكسبير الله لي كوتش في المغرب وخارج المغرب فهمتي الحل ما غديريش هادشي انتي ديري ميديتاسيون حاجه اخرى الميديتاسيون ما تصنطوش ليها ديريكتومون تي مغمضين تصنط الفيديو انت حل عينك 10 دقائق سمعي الكلمات واش مهمينك واش هما اللي خاصين في حياتك عاد من بعد غمضي عينك وعاودي سمعي ليه وبزاف الكلمات عاوتاني ما كتعرفيهمش مثلا انت بريئه وتعيشين براءه صافيه هذه توكيده زوينه في نظركم واش توكيده زوينه اللي غتغمض ليها عينك حيت حنا كنغمضوا عينينا كندوزوا الالفا اصلا واش نظرك هذه توكيده زوينه ولا خايبه من الخصال الجميله اللي خاصها تكون عندك ولا لا خدم منك الوقت باش قريتي هذا المجال الا جينا نشوفوا زعما من ناحيه اكاديميه عامين ولكن من قبل كتوبه وداكشي من قبل من ناحيه اكاديميه عامين انا هذه ماشي حاجه زوينه تخيلي معايا عندك 30 عام واش كتصنط لي انت بريئه وهذا تخيلي تو واحد بريئه كلشي غمق عليك نية كيضحك عليك البشر حتى درتي 30 في عمرك عاد تي غتولي البراءه والبشر يضحك عليك ماشي توكيد زوينه هذه ماشي توكيده تكوني قافزه موقده بريئه تمشي فيها مع المجتمع الرائع كتبوها البنات عرفتي اش كديري واش انا الفيديو اللي طلع لي نغمض عيني ونبدا انا بريئه انا فاعله انا تاركه واش مسطين اوعى واش كديرو هاد لا ماشين راه كتسجل كلشي اصاحبتي وكتبدا تثبت لك من الغد ليه خرجنا على الموضوع السبب اللي خلاك تغير قراري بغيت نغير الواقع ديالي فبالتالي اكتشفت انني خاصني نغير الداخل ديالي عاد غير تغير الواقع ديالي وهادشي اللي وقع مني غيرت الداخل ديالي هنا وهنا تغير الواقع ديالي تدريجيا وباقي كيتغير حتى لك حاجه اخرى زين انت ما شاء الله عليك الحب ديالي بزاف الناس قالوا لي الفيلتر كان غير كيخيبك قالوا لي الفيلتر كان كيخيبك والله الا احسن حاجه درت ما بقيتش كندير فيلتر شكرا على الملاحظات لا شكرا على واجبه كنحس جاتني بالي حسيت براسي بحال على ديمتي زعما انني ما نوصلش هاد المعلومه صعيب الحال صعيب ما تعاملوش مع هاد لا ماشين على ما تستهينوش بها دونك كيف قلنا اولا نفصل المعتقد سواء ديال الالتزام ولا حاجه اخرى ديال انني انا ماشي انسانه ملتزمه ومنضبطه نفصله لان الالتزام فعل انا ملتزمه في الحوايج كذا وكذا اللي كندير كل نهار وان شاء الله باذن الله غنبدا نحط لي اهداف بسيطه وسهله وغنبدا نضبط فيهم شويه بشويه هذه اول حاجه ثاني حاجه غادي نتصالح مع راسي نسامح راسي على الماضي وعدم الانضباط ديالي في الماضي مابقاش نجلد راسي ولوم راسي لا اللوم غيخلي هذاك الغضب اللي عندك غيجذب لك غير نفس المواقف تبقى
قديم انت غضب وجي موقف اخر عاود غضب من راسك حيت اليوم ما مشيتش السبور ولا مشيتي حتى وانتي درتي هذا الشيء كامل وشي نهار زقلتي السبور عادي حنا انسان كنقدروا نعيا وحنا ماشي غوبو البروغرام طاطا غتعياي ما بداش تفول اليوم عكزت على السبور لا ممكن نعيا ماشي كلشي ثاني تسميه عكز كتلقاي بنت في حياتها راه كتخدم جوج الخدمات بحال البنات اللي كيجيو عندي من اوروبا اغلبيه البنات اللي كيجيو عندي من اوروبا كتخدم جوج الخدمات بحال في الصباح وحده في الليل ودايره مشروعها ابار وكتخدم عليه وما كتخدمش على البروجي ديالها بزاف اش كتجي انا معكازه وما كنوضش ليه وكنبقى متكيه ملي كتجي تشوفي معها البروغرام اوكي اش كديري في النهار عطيني البروغرام ديالك في الصباح كتفيقي كتلقاي السيده اصلا كتخدم 14 ساعه في النهار واصلا عندك احتراق مهني انت ماشي معكازه اللي معكازه يخدم 14 ساعه في النهار وكتشقى وتجمع الدار ساكنه بوحده في الغربه الحنين الله رحيم فين هو العكز هنا بحال اللي جاي طبقتهما انا حزينه انا يائسه انا ما عنديش امل انا مكلخه انا فاشله انا غير ملتزمه ماشي اي حاجه انت اصلا 14 ساعه في النهار شحال بقى لك 10 السوايع غتنعسي من 8 السوايع عندك ساعتين يلا جمعي فيها الدار فطور وغدا وعشاء واحد نص ساعه فطور نص ساعه غدا نص ساعه عشاء فين اصلا الوقت اللي غتخدمي فيه على البروجي وشتي كاع كون كان عندك شويه الوقت فين هي الكانه والانرجي كتحترقي انت ديك الخدمه كتحرق الطاقه ديالك كتستنزفها كنتسنى في صاحبتي غنرجع معاها للدار هي قالت لي انا غادي نتمشى هنايا فيما كنجيو كنتمشاو هنا الشارع زوين عنده واحد الفايب زوين قلت لها صافي انا غندير لايف وكيسحب لها جلسه تما الا رجعت غتمشي لتما عنديش حتى كيفاش نعيط لها ما دايره الله فهمتي ماشي اي حاجه نجي نلصق في راسي انا معكازه انا هان مابقاوش نلصق دونك نسامح لراسي الاولى نفصل المعتقد عليا ما نلصقوش في راسي هذيك فكره ثاني حاجه نسامح لراسي علي انا غادي نجاوب شنو رايك في الشاكرات تنظيف الشاكرات بالقران دابا نجي قلت لك غادي نسامح لراسي تاني حاجه غنسهل عليا لي طاش ماشي انا ما كنديرش هذا الشيء عمري كامل ماشي عاده حيت فاش كتولي عاده اللي ما كنبذلوش فيها مجهود ما الا غندخلوا عاده جديده كنبدلوا مجهود باش نطبقوا ماشي بحال دابا انت كتفيقي اوتوماتيكمون واش انت كتبدي تقولي بلاتي انا غنهز المانطا كتحلي عينك انا غادي نهز المانطا انا غادي نحط رجلي في بانطوفا انا غنمشي للحمام نغسل وجهي انا غنحك سناني لا هادشي كيدار اوتوماتيكمون حيت ولا عاده هادشي ولا عاده طاك 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 ما كتبديش فيه مجهود كتهبطي للطوموبيل كدير الصمطه وتكتهضري في التليفون كتقولي غندير الصمطه غندير بروميير غندير لا اوتوماتيكمون كتهبطي هذا كديري سميتو كديماري كتحطي التليفون صافي كتزيدي كتهبطي في الرنامه دونك لحين هاد العادات الجديده اللي بغيتي تلتزمي وتنطبقي بهم انهم يوليو عادات في حياتك اللي ما غاديش تبدلي عليهم مجهود خاصك تسهليهم ما ديريش فيهم 4 ولا 6 ولا 8 سوايع اوكي غادي ديري 20 دقيقه من هذه 20 دقيقه من هذه نطبطي في واحد السيمانه زيدي 10 دقائق 30 دقيقه 30 دقيقه شويه غتولي 40 دقيقه لهاد لاكتيفيتي 40 لهادي 40 لهادي شويه وليتي 50 دقيقه ساعه 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 شويه خدمه ولات مزيان مع انت غتعطي الوقت هذا ولي نعطي ساعتين لهادي ساعه لهادي نص ساعه لهادي في الدار تبقاي تجلسي في نفس البلاصه حيت ولات عاده اكزاكتومون بلا ما تحسي كتدخلي كتجلسي فاش كتدخلي لبيتك كتدخلي كتحيدي المونطو كتلوحيه لاحظي راسك كتحطيه كل نهار فيما كتحطيه ديما السوار ديما كتحطو في نفس البلاصه مش حتى هذيك هي بلاصتهم لاحظي راسك غتمشي عند الضياف غيعطوك شي بيت تباتي فيه فاش غتدخلي للبيت غتحطي في الاتجاهات اللي كتحطي غمضي عينيك فهمتي البيت راه مختلف وجوي مختلفه ولكن انت الحركه ديال الجسد ديالك كتمشي اوتوماتيكيه الا كتحيدي المونطو ديالك مثلا تلوحيه على الارض على اليسار غتلوحيه على الارض الا كتحيدي المونطو ديالك كتعلقي شي حاجه غتلقاي اي حاجه قدام كتعلقي واش فهمتي اش كنقول لك غتمشي للاوتيل غديري نفس الحاجه هادو عادات كتولي ديريهم بشكل اوتوماتيكي وهذا هو الزوين والجميل في العادات ملي كيتسجلوا عندنا في البارادايم يعني هادو الجداد اللي غتسجلي 20 دقيقه شي تبقاي تزيدي فيهم شويه ديال الوقت تزيدي شويه 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 شويه
كتولي ريموفر دابا حطوا لكم في السطور كتولي عاده ما كتبقاش تبدلي فيها مجهود ملي تلقاها اصلا ولات عندك عاده ما كتبدليش فيها مجهود زيدي فيها في السوايع زيدي في الفتره زيدي في الفتره وغاده. ورابع حاجه والاخيره ربطوا هاد الاهداف ديالكم اللي باغين ديروهم مثلا ريجيم فيها بكري سبور قراءه الكتب ربطوا بمشاعر طيبه. وغنعطيكم واحد المثال. واحد البنت كانت معنا في فورماسيون ديال الاهداف تقول لي مجدة انا قبل 2024 في 2023 كنت كندير سبور وندير هادي ونقرا كتب وكندير بزاف د الحوايج ولكن دابا ما بقيتش كنقدر نديرو في 2024 وليت كنعجز عليهم ما باغاش نديرهم ما كنقدرش نديرهم. كنسولها قالت لي ما كنتش قالت لي ما كنتش دايرهم اهداف كنت غير كنديرهم حيت عاجبيني كنت كنديرهم في 2023 وعاجبيني وكيعجبني الحال نديرهم ندير سبور هادو كنرتاح وكنضحك كنحس براسي اونفور. ولكن 2024 حطيتهم اهداف غنديرهم ملي حطيتهم اهداف عاد ما بقيتش انا كنديرهم. اشنو شفتو هنا بقيت كنسولها باش تخرج الهضره من فمها هي حتى هي خاصها تدرك ماشي انا. اش قالت لي؟ قالت لي انا حطيتهم اهداف حيت خاصني نديرهم مفروض عليا نديرهم. لا اشتبوا هو هذا الحاجه اللي كتفرض علينا كنهربوا منها اوتوماتيكيا. حنا لي تخ ايمان ربي خلقنا بالاراده المطلقه ربي ما فرض علينا حتى حاجه ربي ما فرضش عليك تكون مسلم امرك بعبادة الله بعدو على الشيطان دير هادي دير هادي دير هادي ولكن لك الاختيار واش ترتد على الاسلام بحال المسلمين بزاف اللي يدخلوا المسيحيه واش تلحد واش تدخل لشي ديانه اخرى واش تولي هندوسي واش تولي بودي انت عندك الاختيار المطلق ربي ما فرضش علينا حتى حاجه. الانسان هو يعني الملائكه انسان الملائكه واحد المخلوق اللي ما عندوش لو لوكس ديال يقول اه ولا لا 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 ما عندوش هاد لو لوكس هاد لوبسيون ما كايناش مامور كيقول يطبق كيطبق. وحنا اللي خيرنا مذكوره في القران ربي خيرنا قبل ما نجيو لهاد الدنيا قال لنا واش تبغي تكون ملاك ولا انسان. لا انسان مخير عندك الاراده المطلقه والانسان قبل مذكورين في القران سيروا قلبوا على الايات الانسان وكيقول الله سبحانه وتعالى في القران ان الانسان قبل ومن بعد تمسحت ليه الذاكره غيتفكرها يوم القيامه تمسحت لينا الذاكره. حنا اللي اختارينا اننا تكون عندنا الاراده المطلقه كيقول ربي عاوتاني ان هذا الشيء عرضناه على الجبال هذا العرض ديال عرضناه على الجبال ورفضت وان الانسان لكان جاهلا. هذه ماشي ايه اللي كنقول لكم كنقول لكم المفهوم ديال الايه قال لك الانسان كان جاهلا مع ما فهمتي يعني انه اختار واحد المسؤوليه صعيبه الجبال ورفضات الجبال رفضات الاراده المطلقه ديري اللي بغيتي والانسان قبل. دونك انتي الا انتي اختاريتي هاد الوظيفه الصعيبه غتجي حتى هنا للدنيا وغيتفرض عليك شي حاجه وغديريها. حنا استاذ كيقول لك ما تضحكش في القسم في الاستراحه كتبقاي ساكته تقدري تخرجي حتى 80 كيف وسط القسم اللي ممنوع تهضري مفروض عليك انك تسكتي عاد كتجيك الهضره بزاف د الحوايج. دونك قلت لها هذا هو السبب قبل كنتي كديريهم حيت كيعجبوك قلتي كيعجبني كنحس براسي مرتاحه دونك رابطه بمشاعر جميله عقلك الباطن غيدعمك في اي حاجه غتحسك بالجمال والطيبه وطيبه المشاعر. فكنت فاش فرضتيهم على راسك قلتي خصني نبدا نديرهم زعما بهدف بانضباط اكثر فرضتهم على راسي قلت لك فرضتهم على راسي ربطتيهم بالم شي حاجه اللي خاصها دار مجبوره عليا واوتوماتيكيا كيبدا العقل الباطن ديالك يجرك للراحه ويخليك مرتاحه باش ما تبقايش في واحد القوقعه ديال المفروض عليك. وهذا الانسان مخير فيما يعلم ومسير فيما لا يعلم اكزاكتومون مادام انت كتجي وكتقولي غنحط هاد الاهداف دونك تعلمين شنو الاهداف اللي باغا وطا طا طا بزاف الغيب ما كنعلموش ولكن الحقيقه ديال اننا مخيرين ما يمكن حتى واحد ينكر حيت كون ما كناش مخيرين سيدنا ادم عليه السلام ما كانش غادي اول اختيار هو ديال ابليس اختار انه ما يسجدش لادم اختار انه ما يسجدش لادم هذا اختيار. ثاني اختيار هو ديال ملي قال ربي سيدنا ادم عليه السلام ما تاكلش من الشجره اختار انه يعصى الامر وياكل. ثالث اختيار
هو ان ربي ملي قال لهم نزلوا الارض وحتى الشيطان معاكم ولا معات المهم هكاك لا الشيطان كان غير في جهنم قال لي ربي خليني ليوم القيامه والشيطان خلى ليوم القيامه وقال لي انت قال لي زعما لا اغري انهم داك الشيء قال لي لا انت لا اللي تبعوك كلكم جهنم ولكن اختار انه يبقى في الارض حتى يموت وربي قبل لي الاختيار ديالو يعني. اختار انه يبقى على الكره الارضيه بشي غرينا ودي الحرام والله يا مجد قضية مخصص لأي حاجة وقت مفيدة طبقتيها مفيدة بزاف عرفتي علاش حيت كتبروغرامي مخك العقل الباطن كيشوف عنده ساعتين باش ينوض وفاش كتشوفي ديك ساعتين ما خصنيش نفوت هاد الساعتين كيولي اوتوماتيكي ما كتبقايش تدفعي راه عارفه انت عندك النهار كله خاوي في الدار غتسالي ساعتين غتجلسي تفرجي كيولي يشوف ان هاد ساعتين هي اللي ديال الشقه خصني نساليهم باش نجلس نتفرج في التلفاز باركونت لما خصصتيش كتبقاي جالسه تفرجي 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 عاد كتنوضي ديري في الليل ولا تخلي هذاك الشغل حتى الغدا ولا سميتي فهمتوني دونك اول حاجه نفصل المعتقدات ما نلفقش في راسي انا معجزه انا فاعله انا تاركه وانما هذه فكره عندي في مخي معتقد ثاني حاجه هي نتصالح مع المواقف ديال هاد اللي درت فيهم هاد الشيء العجز او عدم الانضباط الماضي نتصالح مع راسي ونسمح لراسي ليه ونتقبلهم ونسمح لهم بالراحي حدك ما تقبلتيش وبقيتي مضارب معاهم كيف قلت لكم بحال شي عمود رابطين شي كليب في حاشاكم وداك الكليب باغي يتحرر باغي يهرب من داك العمود يعني من داك العجز وهو باغي يهرب منه كيبقى غير هاي دور كيتركل ورا حتى كيبقى راسو زاد تقيد اكثر به داكش علاش ما تقاتلوش ما تهربوش تقبل انا ماشي معجز هذا فعل كنت كنديرو ايامي ودابا شكرا ليه لانه بقى معايا هاد المده كامله من حياتي ولكن انا اقرر التغيير انا اقرر انني نكون نشيط ومنضبط شكرا ومع السلامه شكرا العجز مع السلامه شكرا عدم الالتزام او لا نقولوا الفوضى شكرا الفوضى مع السلامه شكرا لك الحزن مع السلامه شكرا الاحباط مع السلامه تقبل فصلت على راسي تقبلته سمحت لراسي من وراها ندير ديطاش ساهلين نسهل الاهداف ماشي ندير شي حاجه اللي مطنطنا اللي انتيا ما كديري والو نهار خاوي جات تعمري بروغرام قاسي ثالث رابع حاجه نربطو بمشاعر طيبه انا بغيت نولي نفيق بكري حيت فاش كنفيق بكري النهار فيه البركه كنقضي فيه بزاف الحوايج ونرجع ونمشي نتقهوى ونجي ونرتاحه فاش كنفيق بكري كنفيق اون فورم باركونت فاش كنفيق معطله كيبدا هاد العضلي كنفيق مدقدقه انا بغيت نفيق بكري ماشي حيت خصني ماشي حيت هادشي اللي خصو يكون خصني ندمر وخصني لا 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 خصني نفيق بكري حيت انا كنفيق اون فورم داكشي انا كانت عندي مشكله وهكا انا درت ليها وليت كنفيق بكري خاصني نبدا نقرا باش نعيش مخي ونحسن من حياتي ونعيش حياه طيبه ونعيش حياه في النور ماشي في الجهل ومني نهضر مع الناس نلقى ما نقول وراسي عامر ونحس بالفخر مني انا كنحاضيه سميتها لا تدوز وما تشوفنيش ونهضر مع الناس ونحس بالفخر في الطبله انا عارف ماشي خاصني نقرا حيت خاصني نخدم على راسي جاتني أبير خصني ندير شي حاجه في الحياه لا ربطهم كلهم مشاعر طيبه كيف قلت لكم البنت اللي بالضوء نهار فرضتهم على راسها مابقاتش باغا ديرهم مابقاتش قادره ديرهم باغا وكما قالها ربطهم بمشاعر طيبه انا بغيت ندير كذا وكذا وكذا حيت غنكون فرحان اكثر ومرتاح اكثر في العادات الجديده وغيكون عندي حياه صحيه نفسيا وجسديا غير خصني نمشي كبدا دابا السلام عليكم بيسو غدا غيكون الحضور دابا هاد اليومين اللي كنقرا فيها كتكون سميتو حتى السيمانه الجايه قاريه ولكن من 2 3 4 5 الجمعه كنكون حاضره بقوه واخا غبرت في السطوريات ولكن حاضره الصراحه ما غبرتش في السطوريات سلامه بيزو تهلاو في راسكم